حسناً، سنبني اليوم حوض الاستحمام. أرسلت أهلي إلى سيلاند، موطني فلابي، أسمني الحيتان. يمكن رؤية شحمه من الفضاء. أجل. عدتم؟ أعني، يا للروعة. أجل، لأن ذاك الحوت لم يتوقف عن رش بالماء. لأنك أكلت كل السردين الخاص به. اعتقدت أنه سوشي مجاني. من هذا؟ إنه زميلي الجديد ويندل، انتقل حديثاً. يبدو كبيراً، كأنه زميلي يا ماكس. ويندل جولدفارب من ثانوية مترو بيرج. هانك السريع. حسناً، لم الشملي انتهى الآن. وداع. حوض استحمام في غرفتك؟ بالتأكيد لن تفعل هذا. فعلاً أنا لن أقوم بهذا. يا ماكس، هل يناسب ثوبي حوض السباحة؟ لن يكون هناك حوض، وثوبك بشع. إذن هل أعيد كل أثواب السباحة؟ أجل. ماكس، لا تستطيع القيام بهذا من دون استشارتنا. لو استشرتكم في أموري لما كنت اشتريت قاربا يوما. ماذا اشتريت؟ مهلا، لا تغيري الحديث. لماذا تأخذين البريد قبل والديك؟ ترى هل تخبئين نتائجك؟ فيبي ثاندرمان أصبحت كسولة. لا تمزحي بشأن هذا شيري مطلقا. طلبت شيئا لا يسمح والداي بشرائه. البريد. أهلا، التوقيع لو سمحت. حسنا، واسم العائلة وبصمة الإبهام. ألا يوجد مسح للعين؟ موجود. انتهيت. شكرا. ما الشيء السيء الذي طلبته يا فيبي؟ فلفل. لا تهدري حياتك من أجلي. هل قلت فلفل؟ اكتشفت أن الفلفل له تأثير على أنفاس اللهب. يظن والدي أنه يفسد قواي، ولكن أنا أظن أنه سيجعلني أروع. والآن دعينا نرى. فلفل مذيب للوجه، فيجي. هذا مخيف واحتفالي أيضا. أعرف هذا، لن يعرف الأشرار إن كانوا سيخافون أو يحتفلون. كيف ستدخلينه دون أن يلاحظه؟ يوبخون ماكس. انظري، عندما يكون في مشكلة أكون غير مرئية. حوض السباحة هذا خطير جدا. أجل. أرجوكم، كيف لحوض من الماء والكهرباء أن يكون خطيرا جدا؟ لأن الماء والكهرباء لا يمتزجان. أنا أخاطر عندما أقوم بالاستحمام يوميا. لا تريدون أن أقوم بشيء. المرحاض الطائر والقفز إلى البحر والقيام بتحويل بيلي إلى تيركس. دائما لا. رأيتي، أنا غير مرئية. هاي، تقوم لا فيبي. لا تقحم فيبي بهذا، إنها ليست هنا. ولكنها الشخص الذي يجب أن تصبح مثله. اسمع أيها الصغير، هذا منزلنا وعليك اتباع قوانيننا. حسنا، سأذهب إلى غرفتي. أنت تعني غرفة والدي؟ نجحنا. اضرب هذه الكرة يا بيلي. هدف جميل بيلي. اظهر يا وجه البيتزا. من فضلك يا أميرة بوبو، اتركي لنا قليلا من الكعك. يوم رائع، نلعب في الخارج ونستمتع معا، وشاحنة ثاندر هنا. شاحنة ثاندر، اركضوا. ابتعدوا يا أطفال. أبي، ما الذي تفعله؟ ممر السيارات هذا ليس موقفا. لقد خالفوني مروريا، لذا سأبقي السيارة في الممر. ولكن لا تلقي اللوم علي، بل على المحافظ. علينا الآن أن نجد مكانا للعب. أنا أعرف مكانا في مدغشقر. كانت تقصد في موطننا. جيديون، أرأك أحد ما هنا مع الحفارة؟ لا أحد، ولا والدتك. بالمناسبة، هل يعجبها الشاب الكهربائي؟ يمكنني ضربك عندما تتمادى؟ افعل ذلك. حسناً، لنقم بهذا. بفضل قوانين والدي، ستساعدني في البناء. عندما أسأم من والدي، أذهب إلى شقة جدي. ليس لديه أي قوانين. ذلك يبدو رائعاً. جدي يرسل لي الجوارب المستعملة من الحرب العالمية الثانية. هيا، إنها لا تصدر صوتاً، صحيح؟ أجل، طلب البائع تكلفة إضافية مقابلها. أعتقد أنه كذب علي.